من جانبها، أكد وزير الخارجية اليوناني نيكوس دانديس أهمية العلاقات الاستراتيجية العميقة بين مصر واليونان، ليس فقط على المستوى الثنائي ولكن أيضا في إطار الاتحاد الأوروبي. وأعرب وزير الخارجية اليوناني عن تقدير بلاده لجهود مصر على كافة المستويات بقيادة الرئيس السيسي. مصر ليست فقط صديق استراتيجي، هي أكثر من ذلك. نحن لا ندخر جهدا ونفعل كل ما يمكن لنصل لدعم هذه العلاقات العظيمة مع مصر العظيمة، ولكن في ليس فقط على المستوى الثنائي ولكن مع الاتحاد الأوروبي. ونحن أيضا نقدر الدعم الذي تقدمه مصر بقيادة الرئيس السيسي، وهذا الدعم الشخصي والعام في السياق الثنائي وأيضا داخل جامعة الدول العربية وغيرها من المنتديات الدولية. إن مصر تعتبر هي الجسر بين أوروبا وأفريقيا والعالم العربي.